في يوم مشمس في ميناء جدة، كان هناك حركة غير معتادة بين الجنود السعوديين والإيرانيين. لأول مرة في تاريخهم، يستعد الطرفان لمناورات عسكرية مشتركة في البحر الأحمر. كانت الأمواج تتلاطم بهدوء وكأنها تستعد لشهد لحظة تاريخية. في قلب هذا الحدث كان هناك قائدين، العميد فهد من الجانب السعودي والجنرال رحيم من الجانب الإيراني. رغم الاختلافات السابقة، كانوا متفقين أن رؤية هذه المناورات كمثال على التعاون والسلام في المنطقة أكثر أهمية من أي انقسامات ماضية. بدأت التدريبات في الصباح الباكر، كانت السفن الحربية تتحرك بتناسق ودقة وسط إشراف مشترك من الجانبين. بينما كانت الطائرات تحلق في السماء في تشكيلات مذهلة، أبدى الجميع إعجابهم بروح الفريق والوحدة، والتي لم تكن متوقعة قبل وقت ليس ببعيد. أثناء الاستراحة، تحدث فهد ورحيم عن آمالهما للمستقبل. ممكن أن يكون ده بداية جديدة لعلاقاتنا، قال فهد بابتسامة. رد رحيم: التعاون ده هو قوة عسكرية واقتصادية، وأهم من كده قوة شعبين يتعاون للسلام. بينما حلقت الشمس باتجاه الأفق، انتهت المناورات بنجاح، تاركة وراءها شعورا قويا بالتفاؤل. في نهاية المطاف، لم تكن المناورات فقط خطوة نحو تعزيز التعاون العسكري بين الدولتين، بل كانت أيضا رسالة للعالم أن السلام ممكن حتى بين المختلفين. المشاهدون من مختلف الدول كانوا في سعادة غامرة، معتبرين هذا بداية لعصر جديد من التفهم والتعاون الإقليمي في الشرق الأوسط.